هذا المعرض دخلناه الآن للعرض، وبعدين فيه اهتمام في تكرما نرجو تعقيم حذائك على أساس الحيوانات ما ينتقل إليها أي مرض. هذا ترى الشيء في جميع المحميات. اسمع أصوات الطيور بس. نبات الدفلة ممتاز، رهيب جدا. شف الله ما شاء الله ما شاء الله. شف الباط، البحيرة، بط أنواع وأشكال. ها فلامينغو أنواع البط. هذا الوز العراقي جميل. الوز فيه ميزة، أي واحد ينزل مثلا في مزرعتك واستراحتك لو بالليل يطلع أصوات، هذه ميزته. فلامينغو صراحة في نوعيات هنا عالمية، بعضهم يبي يقتنيها مثلا مزرعته إلى آخره. أنواع جميلة جدا. الصوت هذا المزعج نبي نشوفه بعد شوي. شوف كأنها بالبرية عايشة من أحسن ما يكون، مبسوطة. هذا البجع جاينا هايش، يبي يضرب على أساس يدافع عن الأنثى. هي شخصية خطيرة أنت. سلام. شو الحين هذا يعني ينتصر علي. بط أنواع جميلة جدا. جانا ثاني مرة النفسية ذا. ها وش تبي؟ بس كذا خوفتنا. شوف راح الحين للأنثى. شوف هذا انتصار. الوز والبجع تراه مشهور في هجومه، لكن جميل من أجمل مخلوقات الله يعتبر، لأن هناك سبع قالوا. طبعا مخلوقات الله كلها جميلة، ولكن قالوا أجملهن فيه هناك سبع، من ضمنها الخيل العربي الأصيل، ومن ضمنها أيضا البجع، بالذات البجع الأبيض وهذا الأسود. شوف جانا ثاني مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الجلسة الحلوة ما شاء الله، الله يهنيهم. وهذا النعام الأسترالي بيضته خضرة تراه كأنها كيوي. هذا النعام طبعا اسمه العلمي، وهذا النعام الأسترالي ممتاز ويتحمل رائع وقصير ترى حجمه. يبي يكسر الكاميرا شكله. هذا طبعا النعام الافريقي اطول واكبر، هذه مجموعة من الاناث. وهذا جانا، سبحان الله كله زغب مو بريش.
زغب، شايفين؟ غريب. سكب الخير يبي يشوفه، يمكن يكسر علينا ذي. يا ساتر، هذا النحام البط البري، بعضه مستوطن عندنا في بعض السدود وبعضه لا، مهاجر يجينا. طبعا وقت ما وقات الذكر يصير راسه اخضر وله طوق، وقت ما وقات لا يصير نفس اللون هذا، بالذات اوقات التزاوج يصير الوان الذكر جميله جدا، بينما الانثى لا لونها واحد. هذا هو طبعا الان في مرحله النوم. هذا الجزء فيه بعضهم مثلا بيحجزه هو وعياله الى اخره، فحطين هنا هذا للتوضيح فقط على اساس التسعيره، وهذه طبعا حساباتهم. الله يرزقهم يا رب، احنا ما ناخذ منهم اي شيء، ولكن فخر نفتخر في ابناء وطننا اللي يحمون الحياه الفطريه، وايضا بعضهم يحمي ايضا حتى النباتات البريه، فهذا اقل شيء نقدم لهم، جزاهم الله خير. فلازم الواحد يستفيد، لانها تراها تكلف وتاخذ من وقتهم ايضا، فالله يرزقهم يا رب. هذا طبعا النايل قايل، شايفينه، وهذا اسمه. هذا النايل قايل جميل، بعضهم يبي يحطه مثلا بمزرعته، واللي يبي يذبح منه زين اذا تكاثر، ما شاء الله كمية لحم وايضا ضخم. وحيوان بري، الحيوان البري يتميز في تحمله الكثير من الامراض، وعندهم هنا ايضا نجح وتكاثر وتحمل اجواءنا، وهذه ميزة جميلة جدا. هذا الذكر ضخم. هذا الريم، يا ريم وادي ثقيف، هذا الريم ها تميز بالعيون الجميلة، طبعا حاطين على قرونه في اللين على اساس ما حد يتأذى مثلا اذا مسكه الى اخره. يسمى غزال الرمال لان لونه نفس الرمل، وغير هذا كله اكثر مناطق يتواجد فيها هي الخبب اللي بين النفود، لان هاي الخبب يكثر فيها الغطاء النباتي وتنوع ايضا. الله يرين، يا سلام، شوف شوف السرعه، شوف، يا سلام يا سلام يا سلام، يا حلوك بالبريه والله. الوالد لحق عليه، لكن للاسف حنا انحرمنا منه، ما بقى الا بالمحميات الخاصه. تكفون يا ناس، اهتموا بالحياه الفطريه، تكفون، اقل شيء وضعها في محميات خاصه تناسبها. غزال سريع، في قفزة قوية جدا ومراوغة، ذاك الفهد ينهد حيله بعض الأحيان إذا لحق الغزلان. تميز غزال الريم في عينه الجميلة الوسيعة، فيقصدون به دائما الشعراء. هذه الأرواح المشرقية، هذا هو في وقت قرونه تصير جميلة، وأيضا يكثر فيه بعض الصوف لأنه هو نوع من أنواع الكباش، كان موجود في الشام إلى آخره، لكن للأسف الآن في المحميات الخاصة، والمحميات الخاصة كويس، يعني لو ما كانت في محمية خاصة ممكن قرض من البرية. هذه أنثى طبعا، سبحان الله نعجة، وهذا صغيرها معها، ترى تنجح يا جماعة بالمزارع وتتكاثر وتولد من أحسن ما يكون، وشفتها عند كذا واحد في محمية ناجحة. هذه حديقة الببغاوات دائما يحطون بابين، أي واحد يبي يسوي محمية انتبه، ضع لك بابين على أساس لو انفلت أو كذا يكون باب احتياطي. ها ها
هذا باب وهذا الباب الثاني، وهنا على أساس ما ينطلقن، لأن كثير من الناس انطلقن، وأنا من الناس في محميتي ينطلق عندي عدد كبير جدا. هذه محمية ببغوات، طبعا اقترب وقت المغرب لذلك التصوير ما أدري عنه. هذه طبعا كوكتيل، وهذاك ببغاء الدرة في الأعلى، شوف ببغاء الدرة اللي كان مليان الرياض منه. هذا ببغاء الدرة وهذا تصفيره، يا ما سمعناه بمزارع الرياض قديما، كان أسرار، الآن قل للأسف الشديد، قعدوا يبيعونه. ببغاء متسلق رقم واحد، المارة من الأرجنتين. هذا المارة شبيه الأرنب، طلع صوت غريب كذا، تحذير. شوف الحنك حقه كيف يهتز يطلع الصوت هذا كتحذير، صوت خفيف جدا. سبحان الله، رجلين أرنب، أبد أرنبك والعادة، اللهم في بعض الاختلافات، سبحان من خلق. هذا خروف الطمطم، اسمع حركات. هذا قزم جدا من الصين، وعندهم ايضا الماعز القزمي، معروف الماعز القزم. هذه الخراف الطمطم الصينية القزمة، وهذا البورقت من جنوب افريقيا، طبعا هذا لانتاج اللحم، معروفة في انتاج اللحم. هذا الماعز ما شاء الله سمين مرة في جنوب افريقيا، لكن شوف الخرافة جنبه قزمية، قزم مرة صغير، تقول جني يا ولد الله، سبحان من خلقها، حليلة مرة قزم. وهذه صغار الماعز اللي من جنوب افريقيا. هذا الماعز الباكستاني طويل، وميزته مرنقش، شايفين الوانه؟ شوف الوانه، الوانه غريبه، وميزته طويل بالقامه. طويل مره. هذا حيوان اللاما، بس لا تقرب منه يهاجم. ها هذا اللاما في جبال الانديز، وقد هجنوا مره مع الجمل ذو السنام الواحد، الجمل العربي، سموه جمل لاما، ما ادري ايش سموه، عاد ما ادري طلع عقيم او لا، لكن هي مره واحده. سبحان الله، هو راسه راس جمل، لانه من فصيله الجمال، وغريب في جبال الانديز يصير كله فرو في وقت البرد الشديد، لأنها جبال عالية، وطبعا الفرو حقه والوبر حقه يستفيدون منه في هذيك المناطق في التدفئة وأمور كثيرة جدا. فكل منطقة يناسبها حيوانات معينة. هذا بعير بس ناقصة السنام. الله، راسه تقول راس حاشي،
هذه أيضا حديقة للطيور البرية، العصافير الصغار والحيوانات الصغيرة والجميلة حقة الزينة. خلنا ندخل من داخل. طبعا مكيف مهم صحراوي وأقل تكلفة للطيور في وقت الصيف، طبعا وقت الشتاء ما يحتاج. هذه أنواع وأشكال من العصافير. طبعا جاء وقت الغروب، وهذا السمان الصغير في جلسة يحبها قلبك هنا. هذا الكرك بوتاج، هذا يا سلام، شوف هذا أجمل أنواع الكرك، أجمل. هذا يجينا مهاجر. كدش راسه مثل التاج عليه. جميل المنظر جدا، رهيب. بالجلسة هذه حواليك الحيوانات البرية، هذا الحمار الوحشي الطائر الامريكي، ممتاز جدا بوب. بعض الطيور الرهيبة جدا والجميلة وله صوت حلو، لكن اللي أعجبني هو الشلالات المائية الرهيبة أساس ترطيب المكان، والأشجار أيضا في محمية العصافير، العصافير الصغار. هنا شلال يكون فيها الموية وقت من أوقات، وأيضا هنا الحمام القمير ينزل والكثير من العصافير. بس جاء وقت المغرب. أيضا هنا السمان الصغير الصيني، رهيب جدا وله صوت حلو. هذا الفلودير الأيل الهولندي، شايفينه، نوع من أنواع الضبة الأيائل. هذا اللي دائما نشوفهن في غابات أوروبا، رهيب جدا. فرو حقه حلو ايضا. هذه الانثى وهذه انثى اخرى ايضا. هذا البلاك باك، هذا من غزلان الهند، جميل جدا منظره. شفت فيلم قديم ايام الانجليز والهنود يصطادون طبعا بالفهد، كان من ضمنها هذا الغزال قبل ما ينقرض الفهد من الهند بتاتا. يصير اسود هو زياده، صح؟ ويصير أسود في السنة في بعض المواسم، ذاك سموه بلاك باك. هذا المها، هذا المها تشادي، طبعا كان موجود في بعض البلاد العربية، للأسف انقرض والآن موجود في بعض المحميات. طبعا أطول من المها العربي، لأن المها حوالي 5 أو 4 أنواع بالعالم، أقصرها هو المها العربي، والمها العربي يتميز أيضا بلونه الأبيض والأسود مثل الأغلام النجدية، مثل الفلتر على أساس حرارة الشمس، اللون الأسود مع الأبيض. وهذا ناجح أيضا، ممتاز جدا. هذا الذكر طبعا كذا يهدد، صح؟ يعني لا تقرب، يستعرض. لو دخلنا شوي يمكن يهاجم علينا.
لذلك الانسحاب طيب. ذا الكرك طبعا هايش علينا مرة ينقر خطير على العيون ترى، لذلك توخي الحذر. أيضا يأتينا مهاجر جميل جدا، هذا الطاووس الهندي الأزرق شايفينه، طبعا الهند رمزها هو الطاووس. وقت ما أوقات أيضا الريش حقه يقل، في وقت التزاوج يكثر. طبعا اللي جنبه هذه الأنثى لونها يختلف عن الذكر، لكن هذا الطاووس الهندي الأزرق. هذا سعدان الفرفت أعتقد من الهند، طبعا القرد مقرود. مساك الله بالخير يا الحبيب، والله النفسية. لكن عجيبة القرود بالتسلق رقم واحد، طبعا يختلف عن القرد حقنا اللي موجود في الجزيرة العربية. القرد اللي عندنا يسمى الرباح، قرود الرباح، وهي البابون. مستغرب وش اللي جابه ذا، وش يبي؟ معلش كدرنا عليكم. هذا نوع من انواع القرود الروسي، طبعا شرس شوي ما نقدر ندخل عليه. سبحان الله غريب، كل شايب. شوفوا يا جماعة الأشجار حوالي المحمية، رهيب جدا الورود. استرالي طبعا، هذا مشهور بالرقص بالعالم كله، رهيب جدا. تدرون الصوت اللي أزعجنا بالمحمية؟ هذا هو، هذا الصوت. لقيناك. وش اسمه الببغاء هذا؟ الأمازوني. الأمازوني يتكلم هذا؟ هي الفصيلة تتكلم، بس هذا ما عنده الأصراخ. أزعجنا تو. شوف شوف الببغة ذكي، شوف يناظر الكاميرا يتفقدها يشوف وشي هذه. ببغاوات ذكية على فكرة. شوف شوف كيف يقلب راسه. الآن سكت، كنا مو بنا اللي صرخت قبل شوي. هذا استراليا تازة. هذا طائر الفزن، طبعا نوع يسمونه الفرعوني، لكن هذا ذهبي ميزته. تحيتنا الى اهلنا بالعراق، بلد الثقافة بغداد. هذا القطل عراقي طبعا يسمونه النغاق، عليه صوت جميل جدا رهيب. يأتي شمال السعودية طبعا مهاجر، في بعضه كان مستوطن، عليه صوت رهيب جدا. ذا الحجل الرملي الصفرد، لأنه جبلي على طول يختفي في الجبل، سريع جدا. اسمعوا صوت القط العراقي النغاق. هذا طاووس الجاوة من اندونيسيا، كبير الحجم، جميل ايضا. لان الطاووس من الهند حتى شرق اسيا من اروع الطيور الجميلة بالعالم. هذه ذكور كلها. هذا وش يا اخوي؟ هذا البلاك شولدر. بلاك شولدر ها؟ اي نعم، هذا الاناثي. الاناثي هذه لون ابيض. لون ابيض. والذكر اللي في الزاويه الازرق. الذكر اشوفه ابرق ملون. ابرق، واذا وصل عمر البلوغ يتغير لونه. وش يصير لونه؟ يصير افتح من كذا بزياده. افتح. اي، والنوع الثاني هذا الذكر اللي جنبه هذا السيلفر. سيلفر اسمه. اي نعم. يعني الطاووس عندكم انواع، مو بنوع واحد. انواع. في بعضهم يحسب الطاووس نوع واحد فقط بالعالم. انواع كثيرة. هذا بعد بنشوفه الان، هذا يعتبر من اندر انواع الطاووس. هذا من اندر انواع الطاووس. اشوف حجمه ضخم. حجمه ولونه. هذا وش اسمه ذا؟ هذا الكيميو. 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 ايه، اللون البني. اللون البني. هذا نادر. نادر جدا ها؟ هذا
واكبرها حجم اكبر الطاووس؟ لا لا الحجم ما هو كبير مره. ايه لكن هذا ترى ما بعد وصل سن البلوغ. ما بعد وصل سن البلوغ؟ اي نعم. لو وصل سن البلوغ يتغير لونه؟ لا ما يتغير بس يفرش ريشه. الذكر يفرش ريشه. اها. يتم النمو ريشه. حلو. يصير نفس الصوره. يعني يصير نفس الصوره اذا كبر مره. يتغير اللون. بني يصير. يصير بني كامل. لا. ومن أندر الطاووس بالعالم. صحيح. هذا تيمون وبومبا لقيناه، هذا النمس الأفريقي، هذا إذا قالك تصير نمسة، طبعا نمس على اسمه. عندنا ترى النمس بالجزيرة العربية عندنا نوعين، الرمادي واحد أيضا بني، لكن هذا لا يوجد إلا بأفريقيا وبالذات أعتقد جنوب أفريقيا. شايفينه؟ هذا النمس ملقوف، شف يسار يمين يروح، وش فيه يا جماعة؟ الحقوا بشي، ها شف شف يتفقد وذكي جدا. وميزته هذا الحيوان اجتماعي، يعني تعاونا على الفريسة مع بعض وعلى الخطر أيضا، إذا جاء نسر أو مثلا عقاب أو أي طائر جارح طلع صوت معين يختفن على طول في جحورهن، فهو اجتماعي رقم واحد. لكن حركته سريعة، تلقاه منه يدخل، شف منه يدخل يطلع منه، شف شف ما يركض. هذا هو، ها سرقاط، والله اسم خطير. هذا الراكون، هذا الراكون اللي بأمريكا، طبعا شوف يحفر نخشه شوي. هذا الراكون بأمريكا كذا هو طبعه، أي شيء يشوفه ياخذه، بالذات عند الأنهار بأمريكا. طبعا الكابوي والهند الحمر ياخذون من ذيله في بعض القبعات، لو تلاحظون في بعض الأفلام القديمة. قريب وجهه. أليف أليف. ها؟ شوف شو بيحرك الثيم. وش عندك يا ابو؟ أشوف حفر عنك. آخر آخر أشوف شو تدور أنت. ها؟ وش عندك؟ ما عنده شيء، هذا حصى، حصى هذي. هذا الناس وناسو. شايفينه؟ هذا الناس وناسو. كلمة يا اخوي ابو محمد في نهاية اللقاء. الله يحييك اخونا عبيد وشرفتنا، ومرحبا اللهم السلام بين اخوانك وفي محلك. الله يحييك. بيض الله وجهك. مرحبا اللهم السلام. اخوي ابو محمد فقط سنة. استفسار، هل تنصح الناس في المحميات الخاصة؟ يعني الجيل الجديد الشاب اللي يقول تكلف والى اخره، بعضهم يبي يبدا على طول ولا يبدا تدريجيا، وش رايك؟ البداية التدريجية مهمة جدا، لأنه يكتسب الخبرة ويكتسب حلول المشاكل والعقبات اللي لابد أنها تمر عليك فيها، والتدريج ضروري في كل الأمور المشاريع سواء كان في المحميات أو في غيرها. والمجال المحميات مجال جذاب، مجال جميل جدا، مجال مشوق، مجال الكل أو الأغلب الناس يعشق الشيء هذا، ننصح فيه. طيب هل إن شاء الله مستقبلا إذا تكاثرت بعض الحيوانات، جزء منها مثل ما نقول صدقة وكذا ووقف بعضها، هل ممكن تطلقونها في بعض الأماكن البرية؟ إذا توفرت الأماكن المناسبة لتكاثر في الحيوانات مستعدين إن شاء الله. جزاكم الله خير، بيض الله وجهكم. وجه شاكر ومقدر لكم هذه المشاهدة، وأسفين على الخطأ إن حصل، وأشكر الإخوان على الجهود اللي قدموها. بيض الله وجهكم. وجهك. بأمان الله. بأمان الله. يلا كرمكم الله.